السلام عليكم أعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في عدد اليوم من برنامجكم صريح جدا. اليوم راح نسقسوا مواطنين إذا يهتموا بمجال التكنولوجيا، تابعوا معنا. بون نحكي على روحي أنا بيرسونيلمون كوتي تكنولوجي سافا جو بونس كو نطالع عليها بويسكو ديجا راني في الدومين، راني اتيديون تي سي فريشمون ديبلومي الحمد لله. سما أنايا بيرسونيلمون نبغي نطالع على التكنولوجي و بوكو بليس اون انفورماتيك tout ce qui est développement, business intelligence, base de données, etc. وحاجة مليحة على كل حال، دونك أنا جو بونس كو لا تكنولوجيا درك ولات حاجة لازمة في الـ pour le développement personnel وتاع البلاد. دونك هذه هي. كم جميع لي جون اللي كاينين في لو موند هذا اللي راهم عايشين في هذا العصر هذا تاع العولمة والعصر الشغل كما نقولوا عصر السرعة، لازم نكونوا انتريسي بلا تكنولوجي باسكو سي ليسونسيال. يا خو زغول دوكا لا تكنولوجي راهي صافي بارتي دو نوتر في كوتيديان، راك فاهم؟ دونك فوالا جو مانتيريس على تكنولوجي كوم كاع الناس. بون لو دومين يا خو بون انايا كوم شوي زعما دون لو دومين دو جورناليزم اي لو دومين دو فوتوغرافي زعما بو مو شوي توجور انتريسي باغ ليفوليسيون تاع الاي اي في الكوتي تاع لاغ فيزيوال. دونك جو مانتيريس بوكو ا سا ونتبع بزاف لي زاكتواليتي هادوما تاع لي كيما تشات جي بي تي ميد جورني اي تو. دونك فوالا جو مانتيريس تو سكي فيزيوال اي تو سكي ارتستيك في لا تكنولوجي هاد. بيان سور نطالع على لا تكنولوجي باسكو علاه، ديجا انايا راني في الدومين تكنولوجيك فاهم، انا ديجا قاري ماناجمنت اي تكنولوجيك فاهمني، تسمى الدومين تاعي تاع القرايه سي لا تكنولوجي. في لا تكنولوجي اكزاكت شغل كاين بزاف، كاين لي باس دو دوني، كاين ديفلوبمون ويب. انا بيرسونيلمون نبغي ديفلوبمون ويب راك فاهمني، تسمى شغل كيما نقولوا ديفلوبمون تاع لي سيت ويب وكاع، شغل تخدم سيت ويب ودير له ديزاين تاعو وكاع، انا هذا واش نبغي وتبان لي بلي شغل لا تكنولوجي شغل حاجه نيسيسير في حياتنا درك راك فاهمني. شغل ثاني انا كانسان تبان لي بلي زعما دوكا بالك ميير دومين هو لانفورماتيك والشغل لي تكنولوجي هذوما جدد راك فاهمني. وسنه ثاني باسكو علاه دائما كاين جديد راك فاهمني. نهتم بلا تكنولوجي باسك مهمه بزاف في هذا الوقت، في هذا الوقت بزاف عندها بزاف قيمه، و اهم حاجه اللي نهتم به هو السيت ويب البروغراماسيون، نحب نابليكي سيت ويب، نخدم سيت ويب ديزاين ثاني بزاف. وي نهتم بلا تكنولوجي بيان سور. علاش؟ باسكو دوكا لحقنا الوقت اللي ما يعرفش يخدم التكنولوجي هو الامي، من على 5 سنين ولا تولي الامي هو اللي ما يعرفش يخدم التكنولوجي. واحد ما يعرفش يخدم بتليفون ولا تقدر تعيط له امي. دوك باش ننتيريسي عفسه اللي نحب نتيليزيا سي البي سي لي بي سي، ولا باسكو انا نقرا انفورماتيك ما بي سي يساعدني نديفلوبي به ولا. والعفسه اللي تعجبني سي لانفورماتيك بروغراماسيون عفايس هذوك. نعم اذا في الوقت هذا اللي رانا فيه لا تكنولوجي راهي شغل تلعب دور امبورتون في كاع لي دومان، وبزاف عندهم نظره عيانه على لا تكنولوجي، وهي نو لا تكنولوجي اون فات على حسب الاستعمال تاعها. لا تكنولوجي عفسه فريمون مليحه شغل يعني فريمون نافعه للبشر اون جينيرال. انا الدومين اللي انتريسيني هو الانتيليجونس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي، وهو شغل المجال اللي فيما هو لو فيوتشر كما يقول لك هو لو فيوتشر تاعنا. هذا المجال موجود في كاع لي دومين، نقدروا نلقاوه في الطب في الطرقات في التعليم، يعني هذا المجال فيما عنده بوتونسيال كبير. تكنولوجي تاع الفيوتشر بون دوكا الموند كاع كلها ديجيتاليزي، دوكا الحوانت كاين اي كوميرس او داير حاله، عندك ميم في الدومين تاع التعليم في يوتيوب بارتو تلقى دوكا شغل سي تكنولوجي سي الفيوتشر هذه هي. بون انا بيرسونيلمون سي ديفلوبمون تاع لي جو فيديو هي نهتم به، مي في الكلوب تاعنا ميكرو كلوب سي داخله فيها اي تي بروغراماسيون ولا كيما قلت لكم انتيليجنس ارتيفيسيال كاع حاجه اللي داخله فيها. بون باسكو تكنولوجي دومين بزاف فاست كبير بزاف، تسمى قد ما تهضر قليل. جو سوي انا نوفو ديبلومي قريت ماستر تي سي ماناجمنت وعندي باسيون باغ لي نوفيل تكنولوجي، تسمى شاك جور يعني اجور نقرا لي تكنولوجي جدد ايتو باش شغل نقعد في الدومين ما و لي تكنولوجي و تسكي ريزو سيستيم.